عليكم، كي دايرين؟ مبروك عواشركم بالصحة والسلامة باش ما تمنيتو. ايوا بهاد المناسبة سعيدة ان شاء الله، نديرو عندك فقاس الملح والفقاسات الصغار مالحين وساهلين. انا نقول لكم المقادير وندير الطريقة في نفس الوقت. عندنا هاد العلبة ديال الزبدة النباتية، كناخدو هاد الطرف ديالها ربع ديال سميتو 100 غرام، هي فيها 250، انا ناخذ تقريبا 100 غرام ديال الزبدة. وعندنا ثلاثة الفرماجات صغار، ثلاثة الفرماجات من 30 او 40 اللي عندكم في الدار. عندنا هنايا الثومة وشوية ديال الخميرة ديال الخبز، واللي بغى يدير الخمارة يدير شوية منها وشوية ديال البزار والملح. عندنا نص كاس ديال هذا، ربع كاس ديال زيت الزيتون. عندنا واحد المعلقة كبيرة ديال المنطار، ملعقة عامرة كبيرة صافي. ونبقاو نخدمو هادشي مع الطحين. عندنا طحين قلتلكم 6 كيسان ديال 6 كيسان ديال العنبة ديال الطحين، تقريبا 1.25 كيلو. نجمعوه بشوية تاع الماء، هي العجينة ما كتكونش رطبة بزاف، ما تكونش قاصحة. غادي كل وحدة غادي نسمها بشي حاجة، هانتوما معايا ان شاء الله. هما قطعتهم على 4، كل وحدة غنسمها. هادي غادي نسمها بالسالمية، يقولوها السالمية والمريمية، المهم باش يعرفوها عندنا صديقاتي مصريين وسميتو باش يفهموا. وحده غندير ليها السالمية، وحده غندير لها الزعتر، الزعتر معروف، وحده غندير ليها اليزير كيقول لي اسير لوغوماغا، وحده غادي ندير لها الحار. بغيتو تخليو شي وحده بحال هكاك خليوها، بغيتو تزيد تنسمو بالكرافس تنسمو بالبصله تصبرو معدنون.
ألف خاص وجد بمناسبة السنة الهجرية وبمناسبة عاشوراء. أتمنى لكم إن شاء الله الصحة والسلامة، وكل عام وأنتم بألف خير والصحة والسلامة باش ما تمنيتو كاملين. سنة هجرية سعيدة علينا وعليكم وعلى جميع الأمم الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء في فيديو جديد وفي وصفة جديدة إن شاء الله.